السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل المتابعين معانا في كورس تأسيس الإنجليش للأطفال. طريقتنا مش بتعتمد على حفظ الكلمات، وهو ده شعارنا، مفيش حفظ كلمات إنجليش تاني. الكورس ده مهم للأطفال اللي في مرحلة التأسيس، ومهم للأطفال اللي عندها مشكلة في حفظ الكلمات، لأن احنا مش هنعتمد على حفظ الكلمات أصلا. بدأنا الكورس بالشورت فاولز، خلصنا الاي الشورت اي والاي والاي والاو. النهاردة بإذن الله هناخد الشورت يو. ما ننساش لو عجبكم الفيديو نحط لايك ونعمل اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركناش. يلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة. الشورت يو اول حاجة بسألها للطفل ايه هي الشورت فاولز، ايه هي الحروف المتحركة. هنقول الاي 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 الاو واليو. هناخد الشورت يو النهارده. What is the sound of the letter U؟ الصوت حرف اليو ايه؟ صوت اليو عامل ازاي؟ اليو عامله ازاي؟ اتخبطت او حد ضربها وقالت هنا ب ك د، وسيب الطفل ينطلق ويقول ف ج ها جا كا، لان هنا دي تعتبر اخر حلقة من حلقات الشورت فاولز، والطفل عرف الطريقة اللي احنا بنمشي بيها ويكمل ويقول كا لا ما نا با را سا تا فا و يا زا. تمام، الطفل هيقولهم مرة واثنين وتلاتة وهيكتبهم زي ما احنا متعودين من الحلقات اللي فاتت. ما ننساش حاجة مهمة جدا، قبل ما ادخل على الشورت يو لازم اعمل ريفيجن للحاجات اللي خدناها كلها، الشورت اي والاي والاي والاو، لازم اعمل ريفيجن واتأكد ان الطفل متمكن جدا منهم، سواء في صوت، في نطق الكلمات، او في الكتابة، في الديكتيشن، في الاكسرسايز اللي بياخدها. كل ده لازم اعمله للطفل قبل ما ابدا في شورت جديد. حاجه مهمه جدا، كتب الكلمات، كتب الحروف. ندخل بقى على الكلمات، read and write. هسيب الطفل برضو هو اللي هيقول لوحده با با، هيقولها كده في الاول با با بج، ما ما مج، با با بن، صن بس، نت. طبعا في ناس من حضراتكم طلبت الترجمة، وهي الترجمة انا كتباها، بس انا يعني الترجمة دي للام، انا ما بحبش اكتبها للطفل، انا بحب يبقى عندي بيكتشرز كده واحطها للطفل، دي بتبقى احسن يعني، وبتخلي الكلمة تثبت اكتر في عند الطفل ويبقى عارفها بالانجليش، بدل ما مثلا ما بيشوف السمكة ويقول سمكة يعني فيش، لا احنا عايزين اول ما يشوفها يقول فيش. يعني انا بدل الترجمة دي حضرتك هتحطي ايه، بيكتشرز كده للكلمات. sun bus nut run cup cut hug sob hot fun jug top. طبعا هنا البيج بتاعت ال السنتنسز الكلمات الجمل بخلي الطفل هو اللي بيقولها لوحده. ليه؟ علشان اعرف ان الطفل هنا اتمكن ولا لا، فاهم حرف، فاهم الشورت يو ونطقه ازاي مع باقي الحروف ولا لا، هنا اللي بحط الدرجة عليها. وهنا بتبقى كمان فيها ريفيجن للي قبل كده، لان بتبقى محتوية على حاجات ايه من الشورت اللي خدناها قبل كده، فبسيب الطفل يقراها لوحده واحط له الدرجة بتاعته. هنا نمبر 1 بتقول ايه، hug for mom. نمبر 2 Bob has a long car. نمبر 3 not in the cup. نمبر 4 to run. نمبر 5 cut the rug. نمبر 6 cup in the hut.
زي ما اتفقنا ان الصفحة دي هي بسيب الطفل هو اللي بيقولها لوحده ونحط له الدرجة، وطبعا لو قالها لوحده هننزل دلوقتي ونعمل لايك للفيديو. يلا بينا نشوف الاكسرسايز بتاعتي بتقول ايه هنا. طبعا زي ما انتوا شايفين انا بنوع في الاكسرسايز كتير خالص، بدي حاجات تدريبات كتير خالص. نحاول واحنا بنعمل ريفيجن للطفل نلمهم كلهم ونكتبهم. هنا مطلوب مني ايه؟ circle the picture that has correct vowel sound in it. هنا عندي الشورت بتاعي هنا ايه؟ short vowels هنا ايه؟ اليو. هنا عايزة احط circle على الكلمات البيكتشر اللي فيها صوت حرف اليو. عندي هنا sun, bus, tin, fan, mug, pin. فين بقى اللي فيها حرف فيها short يو؟ sun, bus. طبعا ده homework هنحله، هنسيب الطفل يحله وهتبعتولي على قناة التليجرام. بستنى منكم الهومورك بتاع الأطفال، وبنشجع طبعا الأطفال معنا. هنا التدريب التاني بيقول ايه؟ بيقول fill the missing letter. هنا بشوف الحرف الناقص، بشوف الحرف الناقص وبكتبه. هنا اول حاجة عندي ايه؟ number one mom. زي ما قلت لكم نعتمد على البيكتشرز برضو كتير، ياريت نجيبها ونحطها للطفل، او لو بنرسم ياريت الوان كتير ونعمل الحاجات ديت ونكتبها، فتبقى ديكتيشن برضو حلو. هنا موب، ريد، باج، فيج، مج. طبعا ما ننساش هنعمل حلقة جامدة جدا على المراجعة للشورت فاولز كلها، يعني اتمنى ان انتم ما تفوتوش الحلقه دي لانها تبقى مهمه جدا جدا. هستنى الواجب بتاعنا الهومورك بتاعنا على قناه التليجرام، هنلاقيها في صندوق الوصف تحت. باي.